عسلامة ومرحبا بكم، شني حوالكم؟ نهارك زين، نحل الباب توا عم كنو ديم شافش يقضي القضية وباش يعبي تبوس الغاز. خلنا نرجع لكم ساعة، شني حوالكم قبل ما نعديكم تدخلوا معايا للكوجينة. لبس عليكم إن شاء الله يا ربي نهاركم زين. نصلي على النبي مع بعضنا، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا باش ندخل نحضر حاجات كل شيء، وعنا اليوم الحوت وكل حاجه تشوف القضية مع بعضنا، وبعد نور الدين هو اللي يدخل يكمل الفطور. قبل ما نتعدى نحب عندي نحب ندلل عليكم بنياتي وخياتي اللي يعزوني. انا نتكلم عن الناس اللي تحبني وندلل عليه. عندي قناه، تعرفوا منجي رجل نور بنتي، مش قناته هو، عنده مرت خوه ساكنين في بلجيكا، هي بلجيكيه ماهيش تونسية، لكن تعلمت التونسي وتعلمت الأكل التونسي على خاطر رجلها، رجل اسمه عماد، وعاملة قناة. أنا البنات ندل عليكم، نحبكم حتى هي تتكلم كان بالفرنسي، وعندها وصفات كل شيء. ادخلوها القناة تاعها هذه، باش أول تعليق تلقوني حطيت الرابط متاعها، على خاطر أنا على خاطر منجي نعرفكم تحبوه، أعملوا لها اشتراكات، خاطر هي 750 وتحب توصل للألف. يلا بنات نعرفكم مش باش تبخلوا عليها بالاشتراك، تفرجوا لها فيديوهاتها قصار، تفرجوا كل فيديو باش قبل ما تعمل اشتراك تفرجوا شويه باش تتحسب لها، خاطر كي تشتركوا وتخرجوا راه ما تتحسب لهاش الاشتراك، ينحي يلغيه اليوتيوب. على خاطري انا ادخلوا لها تفرجوا فيها شويه واعملوا لها ابوني ولايك، طبعا ما تنساوش اللايك، ويعطيكم الصحه. نرجعوا لوفاحاتنا، هذايا شري راجلي من الخضره هذيك شويه وخذها معاه الكركم والفلفل الاكحل. هذايا خبزه تعرف سخونه محليها من الكوشه تهبل، هذوما الصغار اللي شافوا فهمت طريه، خبزه هذيك الفنتوش على مطري، لكن هذا فرينه باهي. اول حاجه انا عملتها وقت مشى يقضي رنخت بالبرودوي هذا الغاز، ما تعرف الزيوت وكل شيء، ورجال ما كان يمشي الوقت في دارنا طبعا يطيبوا قهوة ويطيبوا زيوت وكل، مش بشي ينظفوا كيما تنظف المرأة. غسلت الكوين نتاعه وزاد فحليتهم، الحق ينظف ياسر البرودوي هذا. عندي كعبات دورات قلت خلينا نمشي باش خرجتهم من الفريقو باش نقشرهم، قال انا اخر مره ما نظفتهمش، وباش نفوحهم نحضر له. قال لي يحب يعمل بالدورات شويه مقلي، وعملت شويه مدمس خليته تيب، هذا وقتها مشيت بصلاه الجمعه شريتهم، حطيت فيهم طرف قارص وعملت شويه زيت وشوية ملح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم مش نبدو في القليان كالعادة، نقلو ديما نقلو. مش نقلو لولين يا مرأة فكريني ساعة. نقلو البطاطا لولا. اي مش ملح، ما ملحتيش البطاطا. ما ملحتيش البطاطا. اي. البطاطا. تعملينا شويه فلفل اكحل وشويه فلفل زينه، انا يعني نعمل بالفلفل زينه ونعمل بالكركم ونعمل بالدنيا كل في البطاطا. ودي تفرق يا ودي. فلفل اكحل فلفل احمر تخلط تعمل تولي تعفونه ياسر. ما نقدرش الناس ما يعرفوهاش دي. شنو هذا؟ البطاطا والفلفل من بعد الحوت وبعد كنت ما طفيت. باهي باهي باهي، ترى الامور كل شيء، يبدو الامور كل شيء. عندي طريقتي الخاصة. أنا طريقتي الخاصة، فوالا. تو تشوفي كي تاكلي البطاطا تاكلها مقرمشو بالقرمشة. مال. هذايا. يلا ايه. باهي. ما عندك سيك قراع اللي عملوه مقلي؟ ما عملناش ولا ما عملناش. وفين؟ فين؟ ما نسيتش. ما زلت الزيت ما سخنش، ها؟ أغلبية التوانسة ديما مقلي في الصيف. خاطر خفيف وباهي وفيسع ما يتعمل. وسلايت سلايت ولا قليان اقلي وقطع سلطه وكول في تونس اهم حاجه. باهي باهي ياسر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. شنو أحوالكم؟ صباح الخير. مساء النور بالنسبة للناس اللي عندهم العشية. شهي طيبة بالنسبة للصايمين، فما برشا صايمين ما شاء الله. إن شاء الله نهاركم مبروك وإن شاء الله بخير وبصحة زايدة يا ربي. كيما قال لكم ما نستحقش أي تعليق باش نعلق ولا باش نضحكم إن شاء الله عليه. هو في الحاجات هذيا نبدأ برشا ومن غير ما نزيد نصف أنا ونكثر الحديث. هو باش يعمل الفطورنا وأنا باش نمشي نقص الصلاة. الخضره ما نتاع القص فيها. وين؟ هاي كرة طبق لينوكس. يعني بلاستيك هذا. هاي كان باش تقص بيها. باش يخترع الواحد العجله. الناس كل تعرف. بس بطاطا اعمل فلفل اعمل طماطم اقلي وكول. ديما نحن الماكله التونسيه راهي ماكله صحيه. يعني علاش ماكله صحيه؟ كيفاش عرفنا ان الماكله التونسيه ماكله صحيه؟ على خاطر عندها مئات السنين طبعا. اذا كان ما عندهاش عندها 1450 سنه ماكله تونسيه. وما سمعليش واحد بالماكله التونسيه صارت له تسمم ولا صارت له مرض ولا صار كوليسترول ولا القلب ولا وقت صارت الحاجات هذه وقت دخلوا في الماكله التونسيه حاجات ماهيش منها على خاطر البشر كيما النبته النبته كي تطلع في التربه مش التربه بتاعها ديما الماكلة والدواء ما يكونوش من نفس تاع نفس البلاد، واحد يعيش تولد في تونس، كبر في تونس، كيفنا نحن، هاجرنا لكندا، كلينا ماكلة كندا، داوينا بالدواء تاع كندا ما ينفعش معنا، علاش؟ على خاطر النبتة تاعنا نحن في تونس، ماكلتنا لازم تكون تونسية، ودوانا لازم يكون تونسي. واحسن حاجه في الماكله كل علاش العرب عملوا مثلا يعملوا له كسكسي برك ما يدخلوش عليه لا سلطه ياكل كسكسي فكسكسي يضرب الكسكسي كما كهو ما يخلطش معاه وقتاش تخلطوا وجابوا التوازن وجابوا السلايط وجابوا من على شنو حطك تاكل سلطه وطاجين جبن ومكرونه وكسكسي كله مع بعض هذا يأثر ياسر على المعدة ويأثر ياسر على صحة البنات. والعلماء نتاع العرب اللي هم اكتشفوا الطب لأن الطب هذا تولد عندنا نحن عند العرب تولد عند المسلمين. يقول لك كل ما تاكل أكل مركب يعني أكثر من صحن راهو كل ما الدواء بتاعك يكون مركب أكثر. في حاجة أنت كي تاكل كسكسي بركة مرة في الجمعة. ما تخلصش معاه المكرونه، ما تخلص معاه السلاطه، ما تخلص معاه الجبن، ما تخلص معاه هذيك وهذيك وهذيك، هذه انفع لك ليك انت، بدنيا باهي ليك انت. علاش حتى لا قدر الله كي يمرض بنادم يمشي للطبيب يعطيه دواء برك، ما يعطيهش 600 دواء. احنا قبل جدودنا حتى الراس بتاعه ما كانش يوجعه، لا عنده جيعه في الراس، لا يعرف روماتيزم، لا يعرف جيعه في الراس، لا يعرف هارد اتاك يعني جلطه لا يفهم لا يعرف جلطه في الدماغ توا اذا كان تحبوا تحافظوا على الصحه نتاعكم ماذا بيكم تاكلوا ماكله بركه وماذا بيكم الماكله هذيك اللي تاكلوها انتوما ما تكونش ماكله مركبه التفاح عنده فوائد كبيره ياسر والكركم اللي هو يستعملوا يخرجوا منه الكركمين غالي الكركمين يبيعوا فيه حرام يشتروا الكركمين ولكن الكركم باهي ياسر القرفه باهي ياسر التبن الكرويه باهي ياسر البسباس باهي ياسر النعناع باهي ياسر كله فاح من الفاحات كي تحطهم في الماكله
فحولك الماكلة، ولكن عندهم فوائد كبيرة ياسر على الدم، ينظفوا ويرتحوا ويخلوا البدن مرتاح أكثر، حتى من ناحية الغازات، من ناحية الكوليسترول، من ناحية الدم، من ناحية يعدلوا برشا، يعدلوا برشا الدم ويعدلوا برشا، والدماغ زاد الدماغ يخلوه مرتاح أكثر. فالماكلة العربية، الماكلة خاصة الماكلة نتاع العرب وخاصة البحر المتوسط، مشهور ياسر بالفحات ومشهور ياسر بالفريش، يعني بالحاجات اللي هي يعني على طبيعتها. هاي البطاطا المفوحة هذه بالفلفل بالزينة، ذوقي ذوقي الطعم نتاعها كذا. ذوقنا في راي بصراحة. عامل طاقة راي بصراحة. بالفلفل الزينة والكركم والكمون. فهمتني؟ زيد معناها؟ والملح. كمون نحب في البطاطا المقلية. ما فلفل زينة ما نحبش الحقيقة. لا فلفل زينة روعة. أحسن منه ولا ماشي. تنجم تزرع الطماطم نتاعك والفلفل نتاعك والقرع وكل شيء تزرع وانت في السطح نتاعك. تنجم تنجم اي نعم تنجم بسهولة تامة تنجم تعمل حاجة تانية. ثم العباد تو ما ينجموش يعملوا، علاش؟ على خاطر يتفرجوا ياسر في التلفز، يتفرجوا ياسر، يضيعوا وقت برشا وقت، ولذلك ما ينجموش يعملوا الحاجة هذيا، وما ينجموش يبنوا، ما ينجموش يزرعوا. ثم ناس تزرع، ثم ناس تزرع، ثم ناس تزرع، ثم ناس عايشين فعلا، لكن ماهمش ياسر. علاش؟ ديما نرجعوا لك المونة، لك الحديدة تحدثنا عليها. المونة كي تبدا المونة نتاعك في الدار، راك أنت ما عندك على الأقل مأمن روحك، حتى كي تجي مجاعة، تجي ما ثماش المونة، كل الكسكسي، المحمصة، القديد، طماطم شريحة، الفلفل المسير، الزيتون، تعمل طاو نحلة مازلنا ما سقريناش بالكدا، ولكن تعالوا نوريكم كيفاش باش نعملوا خوابي ونعملوا زيار ونعملوا الدنيا كل كيف أمي. ستة مخاب، ستة خوابي وستة زيار صغيرين وستة زيار فهمونهم كبار، وكل واحدة فيها حاجة. الكبار فيهم هذاك المحمصة والكسكسي والبرغل والحاجات اللي هي الفول والحمص هذيك نتاع العام كامل، اللي فوق منهم شوية فيها الزيتون والمالح، واللي فوق منهم الاخرين الفوق هذاك يجي القديد، فهمت؟ بحيث الواحد عنده ستة خوابي بركة، والله العظيم أمي كانت الله يرحمها عندها ستة خوابي وستة زيار وستة كزيار صغيرين في قمونة، بخاطر هما ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة، ثلاثة تيقاع، الخابية الكبيرة وفوق منها كزير المتوسط وفوق منها كزير صغير. نحن عام كامل أمي توكلنا من غادي، نحن ستة، نحن سبعة، سبعة أخوة، أمي توكلنا كلها، أما كان واحدة هذيك عندها كل شيء، السيف تعمل العولة، الحمص، الفول، كل شيء. عام كامل تصرف هذا السيت، يعني تصرف دينار كاخر بل كنت دينار يسوى توا ما 2000 فرنك، ما تفوتش 2000 فرنك في النهار تصرف عليك، باش يوريك كيفاش المراه كانت هي الدبيره، هي المخ، هي العقل، هي المخ نتاع الدار، هي الوزيرة المالية نتاع الدار، هي اللي شكون اللي يجيب الفلوس؟ لا كانت أكثر شيء أمي تجيب الفلوس، خاطر بابا كان ناس كبير ومريض يعني، لكن أغلبية الوقت أمي هي اللي تدخل في الفلوس، هي اللي تنسج، وهي اللي تعمل في المرقوق، وهي اللي تخيط، وهي تعمل كل شيء، أمي كانت تعمل الله يرحمها كل شيء، وتعمل الثانية وتحفر وتربي في الدجاج وتربي في الدندون وتربي في المعيز، كل شيء تعمل فيهم الله يرحمهم. مخها كان متقدم ياسر 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 على وقتها، الله يرحمها الله يرحمها، فقدناها فقدة كبيرة ياسر. كانت خاطر كما قلت لكم الذكي هو اللي ينجح في الدنيا،
اللي فاهم هو اللي يغلب. بالرغم كان لا تقرا لا تكتب مسكين، تعرف أربعة خمسة صور تصلي بهم أكهو، ولكن ذكية في مخه، ذكية في مخه تبارك الله عليه، الله يرحمه. خسرناها خسرة كبيرة ياسر، والناس هذاكم موجودين منهم قليل قليل موجود منهم. هذاك الكل كيف 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 هو كلمة عام. أنا نقرا جدي جدودي جداتي ما شاء الله، هو كانوا الناس الكل كانوا نفس ما لا يتفرجوا في الفيسبوك، لا يعرفوا تويتر، لا يعرفوا يوتيوب، لا يعرفوا حتى شيء، يعرفوا من تكون في الصباح تبدا عندها وليدات وعندها ما تخليهمش جوع. يبان تفكر وليداتها وهي ما تقعدش جيعانة، فتبدا تخدم وتريق الأمور ما تقعدش، ما عندهاش وقت. هذاكم الناس اللي جابوا لنا الماكلة هذه، الماكلة التونسية الحرة، وهم اللي فكروا. أنت تظن الكسكسي حاجة يعني، نظنوا للكسكسي حاجة بسيطة هكايا، يعني تصور أنت كسكسي الفرنساوي يقول أليس كان بلا كومبلي، يعني صحن كامل فيه البروتين وفيه العجين وفيه الخضرة وفيه ال 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 الفاح، هذاك صحن كامل كي تشوفوا صحن كامل متكامل. لكن كي ياكل واحد الكسكسي يعمل جو كبير كلال الحب وكلال العجين وكلال الخضرة وكلال القرع وكلال البطاطا وكلال الفلفل، وهذا كله مع بعضه الهضم يكون متوازن مع بعضه، والفاح وما تجيش مالحة وما تجيش مسوسة، كلها مريضة. العقل اللي عمل الكسكسي ما هوش عقل عاقرة، مش نورمال، ما هوش نورمال جملة. وانتم فكروا شوف تراه ما نجموش يطلعوا صحن كيما الكسكسي، مستحيل، حتى الفرنسيس دايخين فيه. انا كملت قصيت السلاطة، خسوا جل وخيار بصل طبعا الشتوي طماطم، هذو ما قصيتو. باش ناخذ تيبس اليوم، تيبس نتاع الصحة والسلامة المهنية في الكوزينة. الصحة والسلامة المهنية في الكوزينة بتاعك دايما هذيا، شفتوا هذايا ما تكونوش هكا، دايما تحطوها برشا ناس يعرفوه، حطوه غاديك علاش باش ما نضربش يطيع الزيت عليه. أما عندي صاحبي البارح يحكي لي اللي مرته بالرغم اللي تعرف الكوكوت وتفهم الكوكوت ولكن البارح صارت لها مشكلة كبيرة ياسر مسكينة. ردوا بالكم الكوكوت، الكوكوت كي تحط تسكرها يصير فيها ضغط عالي، توصل حتى 200 بار 200 كيلو ضغط كبير. فهي في ظرف ثواني جد في عودة خلاها ترتاح ويخرج الهواء بتاعها بشوية بشوية، جبت هي حلتها من فوق والكوكوت تطير عليها وتتفجر قدامها، والوجه والصدر والكرش توا يحكي لي الرجل بتاعها يقول لي راهو توا في البريمير ديجري، يعني نحن تحمد ربي ما صار لهاش مشاكل كبيرة ياسر، لكن تحرقت. ردوا بالكم من الكوكوت، ردوا بالكم من الحاجات هذيا، والنار والزيت، النار والزيت والماء سخون، زيت سخون، ماء سخون، كوكو، النار. طيب باهي توا باش نقلو الفلفل، فلفل حتى المسخون، ما لازم فيه في التبشيطة، خاطر فيه الملح. نكتبوا كعبة الحوت هاك الشبوان، هذا ما يكفيش
بسم الله تخليها هكا من بالي ابا ها
الفول طبعا المدمس غنحطه واحده لقطه باش ما يكبرش. ها سيدي كي نودكم ولا شايكم؟ اهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم. ماكلة في الدار، ماكلة نظيفة، تعرفوها ماكلتكم انتوما. ماكلة صحية فيها طماطم، فيها فلفل، فيها زيتون، زيتون باهي ياسر للصحة. فيها البطاطا، فيها الفول. فول مدمس. فيها الأوميجا 3 اللي هو من أوميجا 3 اللي هو الحوت. روعة. عشاش من هكا. مرحبا بكم وأهلا وسهلا بكم. وتفضلوا معنا. خبز قمح نشفي. خبز قمح. خبز قمح صغير ما ديما حلاه هكا. نتلاقاو معنا إن شاء الله حتى فيديو آخر. دمتم في رعاية الله. بلافا. لايكات 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 لايكات. سبسكرايب سبسكرايب سبسكرايب. لايكات. اللي بالخارج اللي عايشين معانا كاينهم في تونس يردوا غيبتكم على خير. لايك وتفرجوا. واستمتعوا واهلا وسهلا بكم ونحبوكم برشا 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 برشا. بدا الصيف في تونس. الصيف بدا بالحق مش مطر ان شاء الله تصب اللي مطر ما مش. ربي يسهل علينا نصب المطر يا رب. لا تجعلنا من القانتين. هم امين يا رب العالمين. لان تشوفوا اللي تشوفوه هذا كله من مطر. كل شيء بالمطر. اهلا وسهلا بكم. ليش مطر ما تجي حتى شيء؟ مالك؟ مالك هو خلينا نسكر الكاميرا انا توا استنونا فيديو اخر.